حالي يعني وصل لكده ليه؟ انا اللي كانت مربياني ستي ام ابويا. مرات ابوك؟ لا ام ستي ام ابويا. ام ابوك. السكن اللي هو انا كنت مقيم فيه كان سكن، لما جت توفي اصبح العقد دوت اللي ورثه الابن الاصغر اللي هو عمي. جه البيت اتباع، عمي هنا باع العقد اللي معاه، خد فلوسه وراح رميلي 300 جنيه. انا شفت البيت اللي انت قصدك عليه، البيت ده حاليا بس عشان نفهم الساده المشاهدين، في حدائق القبه البيت ده يسوى ملايين، صح كده؟ المهم طبعا انا الابن الاصغر، انا الوريث لامي مش انت، انت حفيد. جه بعد ما وفات ستي بشهرين ابويا توفى كمان، اصبح البيت اللي قاعدين فيه اخواتي ماليش فيه عشان ده بتاع مرات ابويا ملكها. يعني انت من راجل كان ممكن في يوم من الايام يبقى معاك ملايين، بيت بيسوى ملايين بالظبط كده، لحد لواحد مليان في الشارع حتى ماليش ماوى. ادي يا عم الموضوع بتعيش ازاي؟ بتاكل ايه؟ بتصرف منين؟ يعني هقول لك ايه، يعني انت قبل التصوير قلت لي كلمه صعبه قوي، قلت لي انا حتى بتمنى اجيب 5 جنيه في اليوم. عايش بقى ازاي يعني؟ 5 جنيه في اليوم دي يعني انا اسف ما تجيبش كيس شيبسي دلوقتي. في ناس يعني لسه قريبه فيها راحه، يعني هو عربيته مش محتاجه نظافه ولا حاجه بيعملها كمان. بيجي يقول لك ايه؟ اغسلها. اغسلها له، غريب. اي حد يقول لك اعمل اي حاجه. عشان ايه؟ هو مش محتاج حد يعمل حاجه، هو شايف الحاجه. في نفس الوقت عايز يساعد. اغسلها له وغرضي، تروح بقى تجيب ايه؟ حبه فول، نوم تعيش. لو نومتك افشل. راضي باي حاجه. هنعمل ايه طبعا؟ هو انت لما بتعمل حاجه احسن تدي ايدك. ما مدتش ايدك انت. لا والله انا استرقى، يعني هقول لك ايه، اتسولت من ناس كتيره. لان اصل السلك ده يعني لما تاخد ترجع. لكن لما تكون مثلا مستلف من حد ما ترجعش، انت دايما متسولهم منه. انت حكيت لي كده قصه برضو، المكان اللي انت كنت عايش فيه وفاتوره الكهرباء، احكي لي كده القصه دي سريعا. اجرت سكن، يعني في وقت نزلت فيه شغل واخد بالك؟ كعامل نظافه. الوقت ده رحت رايح مأجر اوضه قعدت فيها 7 شهور. عايزين نوضح بس نقطه مهمه، انت راجل المفروض تكون مليونير، معاك عقار في حدائق القبه حاليا مبني تقريبا 10 ادوار او اكتر يسوى ملايين، بتشتغل عشان تجيب حتى 5 جنيه في اليوم، دي نقطه مهمه احنا بنوضحها. رحت عشت في اوضه صح كده؟ ده ايه ده بعد سنين كمان، يعني انا ما عرفت ايه اجيبها. ايه قصه الاوضه دي؟ قصه الاوضه دي انا نزلت ايه شغل في مكان عامل نظافه. حلو. بكام؟ ب 1200 جنيه في الشهر. قلت ماشي. من هنا عرفت ان انا هاجر ايه؟ الاوضه. جاي لما وفروا عمال منه عمال النظافه معيش. هفضل مستنيته فيها كده. كلمني صح. وبعدين؟ بس. اهو مفيش غير المأوى اللي انت شايفه على الصيف.